pep corn mo marido. Ala pep corn, kaptan tiyara. Ala pep corn mhandis. Ana pep corn tabib. أنا بحب كون محامية. معا من أجل مواجهة صعوبات التعلم كان عنوان المؤتمر الثاني لجمعية كلاس اللي انعقد في 10 تشرين الأول بحضور وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب وسفراء وأعلاميين وأهل ومسؤولي وزارة التربية والمؤسسات التربوية وأخصائيين تربويين ونفسيين واجتماعيين من كل المناطق اللبنانية. كتير مهم نقول لكل العالم أنه كل إنسان قادر يتعلم، كل تلميذ حقه يتعلم. من هون أهمية هيدي المؤتمرات تنغير عقلية كل مواطن لبناني تيقبل غيره ويقبل أنه الاختلاف ما رح يصير خلاف، ويكون كل تلميذ مهما كان الصعوبة التعلمية اللي بيعاني منها أو الاحتياجات الخاصة يلي هي معوض تهو يوصل لهدفه، أنه نكون عم نشيله عم نساعده تيوصل فعلا يحقق شو بده. أنا كممثل وكمخرج شغلي مع الكلاس جربت اشتغل على التوعية، كيف بدنا نوعي المجتمع انه في اولاد مش مثل غيرهم، هن اذكياء واوقات اذكياء اكثر من غيرهم، بس عندهم اللي يسمى الصعوبات الخاصة. ما في ولد كسلان، الكسل مش موجود. اذا ولد ما عم يشتغل منيح بالصف حلو اذا الاهل ولا الاساتذة ولا الاصحاب يجربوا يفكروا ليه، اذا عنده صعوبات كيف فينا نساعده؟ كيف ولدت فكرة تأسيس المركز اللبناني للتعليم المختص كلاس؟ مين كان وراء انطلاقته؟ وما هي مهمته وأهدافه؟ رئيسة ومؤسسة المركز اللبناني للتعليم المختص كلاس السيدة كارمن شاهين دباني، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. ليه فكرت تعملي هذا المركز بلبنان؟ شو اللي خليك تدخلي بهذا المجال؟ بلشت من وراء تجربة شخصية. يعني أنا مثل ما بخبرهم كل الوقت كنت كتير شاطرة بالمدرسة، كنت الأولى بالصف، كانوا يقعدوني دايما أول رانشي، وما كنت أحكي مع الأصحاب هاللي كانوا وراء بآخر الصف، يعني كان لازم نصاحب الخمسة ستة الأولينيات. بعدين الحياة بعتت لي ولد، أنا بقول أحلى هدية إجتني بحياتي، علمني شو الفرق، شو معناتها الولد هاللي عنده صعوبة، شو معناتها بس تكوني آخر الصف، شو معناتها شو بتتعذبي، شو معناتها إنه يكون عندك طاقة فيك كتير قوية مش عم تقدر تطلع. ويومتها قررت إنه رح أهتم بهدول الأولاد هاللي آخر الصف، تخليهم يصوروا بالحياة بأول صف الحياة. وليش جيت على لبنان؟ طبعاً لأنه كل اللبنانية هاللي عايشين برا بتعرفي شو بضلوا قلبنا وفكرنا بلبنان، كنت حابة أرجع أعيش بلبنان. ب 1998-99 بلشت شوف وين فيني حط ابني، انا باي مدرسه فيني حطه بلبنان، ما كنت لاقي. انا اوكي ما في مدرسه لابني، انا بدي اعمل مدرسه. بلشت اعمل لوبينج حولي، اسست الجمعيه وجبت اختصاصيين معي من بلجيكا يدرسوا الوضع بلبنان. بس درسوا الوضع بلبنان قالوا لي سوري كارمن ما فينا نعمل مدرسه، لانه الحق مش محضر لهالشغل. لازم نبلش نوعي اللبنانية شو الديسلكسي صعوبة القراءة، شو الديسبراكسي صعوبة الحركة، شو الديسفازي صعوبة النطق، شو الديس أورتوغرافي، شو الديسكالكولي، كله هيدا كان مخلوط كله مش معروف شو وين ومين عنده هالصعوبة. بقى أول شيء أنشأنا مركز، فتحنا مركز تيشخص صعوبة الولد وتيساعد الولد بعد المدرسة. من هون بلشت اذا بدك هالفكره. هي الديسلكسي اكثر شيء مشهوره، خليني اقول مزبوط. ليه مش معروفين هلا؟ ديسفازي مثلا اكيد اقل، في اقل بنسبه الاولاد اللي عندهم ديسفازيك، بس كمان لانه قله المعرفه. اول شيء كانوا كل شيء يحطوه تحت الديسلكسي، مثل ما هلا كل ما ولد يحرق بيقول له ايبر اكتيف، عنده اي دي دي اي دي اتش دي وبيعطوه دواء. هيدا غلط كمان. يعني بدنا نشوف هلا صرنا صار العلم تقدم، صرنا نعرف اكثر نفرق بين الديسفازيك وبين الديسلكسيك. مشان هيك هلا عم نحكي على ديسبراكسيك، ديسكالكوليك، كل هالصعوبات هاللي ما كنا قبل نعرف عنها. كل هالصعوبات في لها حلول؟ يعني اذا كان في اخصائي عم بيعلم الولد، شو هي الطريقه للولد يرجع تو كاتش اب، يلحق الباقي؟ في وسائل نعلم الولد كيف يعيش مع صعوبته، كيف يتخطاها. هلا ما بتختفي الصعوبه، مثل ضل عندهم شويه من الديسلكسي، بس بيتعلموا كيف يتعاملوا معها، بعدين حسب درجه الديسلكسي. هلا في ناس ديسلكسي تبعهم خفيفه،
بيتعلموا بيقروا الناس بيحفظوا على الغايب، وفي ناس ديسلكسي صعبة هيدول بدهم معالجة مختلفة. ما في عنا جواب واحد لكل هيدول لكل الصعوبات، ولكن المعالجة عم بتكون دي تقريبا نسبة النجاح، يعني عم بيكون في نجاح بوضع نتالي باي. شفنا انه فاتت على مهنة ما بتتخيل انه شخص عنده مشكلة يقدر يحفظ ويقدر يقرأ نص ويقدر، صارت من اكبر ستار بالسينما. هالقد في واحد يكون عنده بوتنشل ومنه مبين، فقد ايه نسبه النجاح بهذا الموضوع عم بتكون؟ هلا بعتقد نسبه النجاح ما في جواب فيك اعطيكي شفر عليه، اعطيكي عدد انه 10% 30 50%، ما بعرف مزبوط. بس كل شيء بعرف انه كل ما بتبكري تساعدي الولد كل ما تعطيه مجال اكثر ينجح. هلا طبعا مش كل الناس رح يصيروا كثير مع انه ناتالي باي. ناتالي باي اكيد بقول لك انت بما انها سفيرتكم كمان يعني. ايه طبعا يعني بتكون الشغله شوي سهله. هلا في الواحد يبرع بعده مجالات. هلا طبعا التمثيل هو من هالحق انه في الواحد يساعد بالتمثيل. كانت ناتالي باي وكارلوس خيي كارلوس شاهين كانوا عم يحكوا انه لازم نعمل بلبنان مدرسه تمثيل، مدرسة تمثيل للولاد. أكيد بيكون فيه يعني، بس أنه نحن نعمل واحدة كمان تنساعد الولد، لأنه من وراء التمثيل في يتخطى الهيئة مثل ما هي عم تحكي هاد الصعوبة بالنسبة للديسلكسي. في يعطي ثقة يمكن من نفسه، وثقة هون كتير مهمة. خبريني عن شارل، شو عمل شارل؟ كيف قدرتي بعد ما قلتي بدي أعمل مدرسة لأبني؟ طبعا هلأ أنا ما كنت حب كتير أحكي عن شارل لما حبته كتير بالميديا. شارل عنده صعوبة أكتر من سامبل ديسلكسيك ديسبراكسيك، بس اليوم شارل فيني أعتبر أنه بكل شيء عملنا له شاب فرح. بيقول لي دايما ماما جو سوي أورو، يعني شو عم يعمل اليوم بحياته؟ هيدا هدف الأهالي أنه توصل نهار أنه ابنك ولا بنتك شو ما عملت بحياتها ولا شو ما قدرت تعمل بحياتها تقلك انه انا سعيدة. هيدا هو بعتقد هيدا. وانا بي كان في على فكره بي كان ديسكالكوليك كمان، انه بي عمل اغلاط كتير بالنسبه للكالكول. بعدين اتعجب انه ليه هيك بيعمل، مثلا ما بيعرف يعمل هيدا ولا هيك. هلا صرنا نفهم، ما كنا نفهم اول شيء ليش. انا بعتقد انه ديسكالكوليك صراحه، يعني اكتشفت مؤخرا انه هيدا نوع من انواع. كنت فكر انه انا ما انت ما بستوعب، عم تستوعب الماء بس. ايه فعلا بفهم كثير منيح. كنت عم اقول لك، عم بتقولي انه مهم يكون سعيد قد ما بتشوف في اهل اوقات عم بيجلدوا اولادهم بهالكومبيتيشن الموجوده بالمنافسه، انه لا لازم تكون الاول، لازم تكون احسن شيء، لازم تعمل لازم تعمل. بربوا ولد مضغوط ومنه سعيد، كانه الهدف هو نجاح بلا سعاده، وقت اللي هي السعاده الاساس. فأنا كتير انبسطت بمساجك. اليوم الأهل اللي أحياناً هن بدهم مساعدة أكثر من أولادهم اللي بيكون بدهم مساعدة صغيرة، هيدو الأهل شو بتقولي لهم؟ لمين بيتوجهوا؟ كيف بيقدروا يعرفوا أنه في شيء عادي بالتعليم، يعني صعوبات عادية أو صعوبات غير عادية؟ كيف بيعرفوا إذا الولد كسلان أو الولد عنده مشكلة حقيقية؟ هلا فيني أقول لكل الأهالي أنه للمراهقة ما في كسل. يعني إذا حدا أم ولا بي بيفكروا أنه ابنهم ولا بنتهم كسول ما في كسل، يعني معناتها لازم تتساءلوا الشبو ليش ما بده يدرس، ليه عم بيزت القلم، ليه عم بيزت الورقة، ليه عم يسكت مش عم يحكي. ما تخافوا، خدوا عند الاختصاصيين سألوا، يمكن الحل الجواب كتير سهل، وإذا شوي أصعب بتساعدوا بيقدروا يتقدموا بهالحقل. وكمان غير نصيحة فيني أعطيها للأهل أنا من وراء كمان خبرتي، أنه ما تهملوا الأخ والأخت. عادة شو بنعمل نحن الأهالي؟ نطلب من الأخوة اهتمي بخيك ولا بأختك اللي عندها صعوبة. لا، هيدي مش مطلوب من الأخت والخي. وأنتوا الأهالي نحن يعني لازم نعطي الوقت الكافي لهاللي ما عنده صعوبة، ما لازم نهمل هاللي ما عنده صعوبة. هيدا كتير مهم كمان. يعني بتحب تضيفي أي شيء؟ بعتقد كاميرا لك بدك. بعتقد إنه نهار هاللي نحن منوصي بالكلاس بمساعدة ناتالي باي إن شاء الله أكيد رح تكون الإكسبوزيسيون أكتر، بس إنه نفهم الأهالي إنه ما في كسل، إنه أولادهم عندهم طاقة أوقات بتكون مخفية،
هيدا أنا بعتبر إنه بكون عملنا كتير. ولكي يشعر كل أطفالنا بالسعادة لا يعمل مركز كلاس وحيداً، فهالمبادرة الرائدة اللي ساعدت العديد من العائلات اللبنانية حتى اليوم على تخطي الصعوبات واسترجاع أملها بأولادها، عرفت أيضا الترحيب من المدارس الرسمية والدعم الكامل من وزارة التربية. معالي الوزير، شفناك اليوم بمؤتمر كلاس للصعوبات التعليمية، شو وضع لبنان على صعيد دمج الأطفال اللي عندهم صعوبات بالتعليم؟ الوضع ببشر بشكل إيجابي، لأنه بلش شغل جدي كتير مع مؤسسات مثل كلاس وسكيلد وغيرهم إلى آخره، والوزارة ملتزمة التزام تام أنه هذا الموضوع لازم يتلاقي له حل. أنا أعلنت سنة الماضي أنه هذه السنة بدنا نوصل يكون في عنا 30 مدرسة رسمية على مستوى كل المحافظات بلبنان، يكون في عنا مدارس دامجة وبيكون فيها صفوف متخصصة مثل الصفوف اللي عم بتجهزها كلاس، ويكون في عنا أساتذة نفرغهم وندربهم ليقدروا يعملوا بشكل مهني تشخيص للحالات اللي عم نواجهها بالمدارس، ونقدم الخدمة اللي لازم نقدمها للطلاب، لأنه هول التلاميذ عندهم حق يتعلموا مثله مثل أي شخص آخر. المشكلة اللي عنا إياها نحنا، كنا أول شيء الأهل بعض منهم بيجهلوا مشكلة أولادهم. أنا حكيت اليوم بكلمة كتير بسيطة، بعرف حالات مثلا البي بس يجي ابنه كان كل مرة صائد كان يضربه لأنه عم يسقط، بس هيدا الصبي عنده احتياجات خاصة ما بيقدر كان ينجح بطريقة طبيعية، بينما إذا بنعطيه الرعاية الكافية بينجح بمكان تاني بشيء مختلف. وهذا اللي مسؤولية وزارة التربية والمناهج اللي عم نشتغل عليها، أنه نقدر نحن لنكون فعلا بلد بنفتخر أنه عندنا قطاع تربية بنفتخر فيه، وليكون فعلا نحن مهتمين أنه بدنا نبني وطن ليكونوا الكل فيه متساويين، بدنا نكون مهتمين بهذا القطاع بشكل أساسي. اليوم شفنا أنه هذا المؤتمر عنده سفيرة مثل ناتالي باي اللي هي ممثلة فرنسوية كتير مهمة كبيرة، وبنفس الوقت كانت هي ديسلكسيك عندها صعوبات بالنطق، فمنشوف أنه في يمكن بوتنشل كتير كبير بالبلد إذا ما اهتمينا فيه ما علمني. تماما، يعني مين بيقول أنه ناتالي باي حدا ناجح مثله ووصل للي هي وصلت له؟ يمكن أيام المدرسة كانوا عم بيقولوا هيدي الست فاشلة أو التلميذة بوقتها بأهبل، بيعطوا صفة أهبل أحيانا شخص عنده صعوبات، ولو ببلد آخر يمكن غير فرنسا بمحل تاني كانوا بيضربوها كمان أهلها لأنه ما عم تنجح أو عندها مشكلة. بقى شوفي هي لوين وصلت، لأنه أكيد أخذت رعاية بشكل مختلف وقدرت اليوم يعني بكلامها وبالشغلات اللي حكيتها فرجت أنه حتى لو الإنسان عنده صعوبات ممكن ينجح بشيء تاني مختلف ويعمل شغل أفضل بكتير من اللي كانوا عم يعدوا بالصفوف الأمامية. مثل ما قالته المدام دبان اليوم، هي عم تقول كانت من الشاطرين اللي بيعدوا بالصف الإدماني، وكانت ممنوع تحكي مع الطلاب اللي بيعدوا ورا اللي هن مش شاطرين، هيك كان قبل ما تغير فكرة. أنا لما طلعت عم رد عليها قلت لها مدام دباني على سبيل المزح، أنا كنت من اللي بيقعدوا بالصف اللي ورا، كنا نتطلع على اللي شايفين حالهم علينا بالصف الإدماني، بس على كل حال هلأ اليوم كله بيعتمد على الشخص وعلى تفكيره. هلأ نحن كنا نغار منه اللي قاعدين قدام نقول لهم أنتوا نيردز ونحن نحن الورا هيدا غبرتها. لكن بيقعد قدام بينجح أكثر بالحياة أو بيقعد ورا بالصف؟ بس عم نحكي تلاميذ بالصف، عم نحكي تلاميذ بالصف. هلا ما إلها علاقة طبعا لا بالشأن العام ولا بالسياسي ولا بشي عم بحكي عن صفوف. التلاميذ اللي بيقعدوا ورا بكون عندهم شيطنة أكتر، واللي عنده شيطنة أكتر طبعا مع تهذيب بيكون هيك فتح أكتر وقريب من الواقع وبتعرف بيختلط بالحياة بشكل مختلف، عشان هيك كنا نسمي بعض الطلاب اللي بيقعدوا قدامه وهادين ورايقين نيردز. ولكن ما فينا نعمم، يعني ما فينا نعمم أكيد، بس هي الرسالة هون نقول للأهل أنه إذا الولد عنده صعوبات بالتعليم نبشوا على السبب قبل ما تمام نفكر فعلا أنه في نبشوا على السبب وشوفوا كيف. يعني أنا أطلقت 4 نقاط السنة بدنا نعممها على أكثر من 1,000,000 تلميذ بلبنان اللي هن موجودين بمدارسنا، لحتى ملفات نتعاون فيها ونعمل حملات توعية عليها. مخدرات، المدارس اليوم فيها مخدرات أكثر من الجامعات، خاصة المدارس الخاصة اللي معهم المصاري عم بفوتوا لحتى يخليهم يصيروا تجار الأولاد، في حالات مخيفة. التعنيف الأطفال بالبيت وبالمدارس، كيفية أنه الولد يقدر يحكي عن حاله
وكيف المدرسة ممكن تساعد وتساهم بحل هالمشكلة. النقطة الثالثة الريسايكلينج تبع النفايات، نعلمهم شو يعني موضوع التدوير وأهميته، وبنعطيهم ليفلتس مطبوعين بياخذون على بيتهم لعند أهلهم، ومنهم بنقدر نوصل لكل بيت بلبنان، لأنه ما في بيت بلبنان ما عنده طفل بالمدرسة. بقى بنقدر هيك كمان نساعد بهذا الاتجاه. والنقطة الرابعة الأهم هي قبول اللي عنده صعوبات تعلمية ودمجه بالصف. أولا أصحابه ما يتمسخروا عليه إذا عنده مشكلة، كيف هني يساعدوا ويسهلوا أمور هيك طفل ويخلوه يحس أنه هو مثله مثلهم، هيدي كمان بدها توعية. أكيد. شكرا كثير لك. بس إذا جلس نطلع الصف نحب نعمل هيك البدنجات، نشتغل، ندرس، نلعب، هيك بنجيب الألعاب مثلا في مكتوب من صف صف ونحط الكلمة اللي بدي إياها، إذا بدنا نقرأ قصة بنقرأ، إذا هي بالفرنسي أو بالعربي فينا نقراها. أنا بعرف، أنا جيت جديدة بس بعرف. إنه توصلي نهار إنه ابنك ولا بنتك شو ما عملت بحياتها ولا شو ما قدرت تعمل بحياتها تقلك إنه أنا سعيدة.